إن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. إن شاء الله حصة اليوم غادي نخصوها الدرس مهم جدا اللي هو البرودوي سكالير، الجداء السلمي. طبعا هذا الدرس كيهم التلاميذ ديال التأهيلي، جيد عن مشترك أولى باك والبكالوريا. إذا برودوي سكالير أو ما يسمى بالجداء السلمي بالعربية عنده مزايا كثيرة وتطبيقات مهمة فادت الهندسة المستوية والهندسة التحليلية. إذا قبل ما نشرع في الدرس، إذا عندي واحد الرسالة موجهة لأعزائي التلاميذ والمتتبعين ديال الصفحة ديال زر القيمات. إذا احنا كنبذلوا مجهود كبير باش نقدم لكم الأجود والأحسن. طبيعة الاستمرار ديالنا في تقديم المزيد مرهون وراهين بالتشجيعات ديالكم. إلا شفناكم كتهتموا بهذا الشيء اللي كنعطيوكم، احنا غادي نستمروا، وإن كان هذا الشيء كيكلفنا ديال الوقت كثير. احنا فقط بغينا نكسروا هذا الفراغ، لأن الإنسان على حديث على التقاعد بغينا نكسروا الفراغ، ما نمشيوش نديروا رجل على رجل في القهاوي. ففضلنا اننا نعاونوا ولاد الناس بالمجان، ما يعطينا حد شي فلوس، ونفيدوا حتى هاد لا جينيراسيون الجديده ديال الاساتذه اللي عاد دخلوا ديال المتعاقدين، نفيدهم في هاد الامور هذه. وكنقول لكم بان هذا الشيء راه ماشي يعني كنعطيوه كي راه كي احيانا باش تحضر حاجه ديال نص ساعه كتكلفك تقريبا 4 5 ساعات واكثر. يعني باش تقدم واحد الحاجات، يعني تدرسها من جميع الجوانب وتقدمها تقنيا وكتشوف الاداء ديالنا كيفاش بدينا وكيفاش دابا. يعني رانا كنفتح السن، ولكن كنقول بان هذا الشيء راهين بالتشجيعات ديالكم والاهتمام ديالكم. وحنا للاسف كنشوفوا لايفات ديال التفاهه، كيشهد واحد العدد كبير ديال المشاهده، في حين ملي كتجي شي حاجه معقوله، شي حاجه تفيد الراي العام، شي لايف يهم المصلحه العامه، كتلقاه يتابعوا واحد او جوج ولا يدخل ويخرج. بينما ملي كتشوف شي حاجه ديال كلام ساقط او تافه او شي فضيحه، كتلقى الانسان يشاهد ويبارطاجي. ولهذا الاخوان، يعني باش نعموا الفائده، اللي شاف شي فيديو من هذا النوع يبارطاجيه مع الدراري ديال التلاميذ ديال اي مستوى، سواء ديال الثالثه، بارطاجيه مع ديال الثالثه ديال الاعداد ديال التاهيلي، بارطاجيه مع ديال التاهيلي. ولهذا كنقول شجعونا باش نقدموا لكم المزيد، وان شاء الله يوفقنا لما فيه الخير. اذا ندخلوا اليوم في الدرس. الدرس ديال اليوم قلنا هذا البرودوي سكالير غادي نحاول ما امكن، الا قدرت نديرو في حصه واحده، الا ما قدرش غادي نقسمه الى حصتين او ثلاثه. اذا نظرا للاهميه ديالو خصنا نعطيو له نوليه اهميه خاصه. اذا قبل ما نهضروا على البرودوي سكالير او ما يسمى بالجداء السلمي، لابد من الحديث عن الفيكتور المتجهه. اذا ما يمكنناش نهضروا على البرودوي سكالير سون بارلي دو فيكتور. اذا المتجهه شفتوه في الاعدادي بتعريف مبسط، هو قطعه موجهه. اذا باش نبسطوا الامور، لكن ما يمكنناش نهضروا على المتجهه بلا ما نهضروا على العناصر المركبه ديالها، عندها لي كاركتيرستيك ديالها. شنو هما لي كاركتيرستيك؟ هما ما يمكنناش نهضروا على المتجهه وما نهضروش على لو سونس، المنحى. لو سونس ما يمكنناش نهضروا على المتجهه بلا ما نهضروا على لا ديريكسيون، الاتجاه. وان كان كاين اللي كيقول لك المنحى هو الاتجاه، اذا ماتيماتيك مورا كاين الفرق، يعني متداول هكذا شعبيا كيقولوا الاتجاه والمنحى راه بحال، ولكن كاين الفرق. لان مثلا هذه المتجهه، نعطيو هذه المتجهه واخا تكون هذه يعني في الطول عندهم ميم ديريكسيون، ولكن ما عندهمش لو ميم سونس.
داكور. اذا كذلك ما يمكنناش نهضروا على الاخر سون بارلي على لو موديل دو موديل لو موديل المهم اللي كنقولوا المنظم ولا في الفيزيك يلغيو له الشده وهندسيا نقولوا له الطول يعني ملي كنهضروا على الهندسه المستويه كنهضروا على الطول موديل ولا نقولوا لا نورم يعني هنا اكثر الاستعمال في كان استعملوا النورم اذا ما يمكنناش نهضروا على المتجهه وما يمكنناش نهضروا على هاد الثلاثه ديال لي كاركتيريستيك لو سونس ولا لا ديريكسيون ولا موديل داكور. من بعد كنمشيو لتساوي متجهتان متجهتان نقولوا ا بي متجهه ا بي ولا يو متجهه يو تساوي المتجهه في نقولوا يو و في يعني راهم هنا كولينير ولكن ايغال سونت ايغال. اذا شنو ممكن كنقولوا لي فيكتور سون ايغو نقولوا عندهم ميم سونس ميم ديريكسيون وعندهم ميم سونس ميم ديريكسيون وعندهم ميم موديول ميم موديول. إذا نتحدث عن متجهات المتساويتين نقول أن U و V متجهات المتساويتان بمعنى عندهم نفس المنحى نفس الاتجاه ونفس الطول داكور. إذا هذا من كان نهضروا على الهندسة المستوية. من كان نمشيو للهندسة الهندسة التحليلية يعني كنتكلموا على واحد ان بلون ميني دي روبير كما هذا هنا نمسح شويه السبوره باش تبان السبوره انيقه. اذا كما قلنا نعاود بان ما يمكنناش نهضروا على متجهه او فيكتور سون بارلي دو سونس ديريكسيون موديول من حال الاتجاه والطول. اذا نعاودوا نهضروا عاود دائما نتعمقوا في المفهوم ديال المتجهه. اذا المتجهه مين كنقولوا المتجهة U ولا المتجهة AB إذا عندها أصل وعندها طرف. إذا ممكن نقول المتجهة تحدد من أصلها وبطرفها لا بد عندها الأصل وكتنتهي في الطرف ديالها اللي كنسميوها أحيانا كنهضروا على متجهة AB هكذا. إذا مين كنمشيو مين كنهضروا على الطول كنهضروا على الطول سواء في الهندسة المستوية أو في الهندسة التحليلية. مي كنهضروا على لي كاين لي كوردوني ولي كومبوزونت. اذا هنا U بحال مثلا هنا درتكم جوج حالات حاله محدده بلي كوردوني ديال لي بوان ا اي بي وحاله محدده بلي كومبوزونت ديالو طبعا طبقا لهذا الروبير اللي عندنا هنا لا باز اي جي. دونك مي كنقولوا U فيكتور في ولا هنا درنا هنا في فيكتور بي عندو لي كومبوزون ديالو اكس يغريك. اذا عاده من كنقولوا الفي الفيكتور في كنقولوا لي كومبوزون ما نقولوش لي كوردوني غالبا كنهضروا نقولوا هكذا لي كومبوزون. اذا لي كوردوني كنقولهم لي بوين وعاده من كنكتبوا لي كوردوني او كنكتبهم اوريزونتالمون دو تروا يعني الاحداثيات ديال النقطه ا. إذا هنا الإحداثيات مي كنهضروا على الفيكتور كنهضروا على لي كومبوزونت ديالها. إذا كاين فرق بين مي كنقولوا الإحداثيات ولي كومبوزونت ديال الفيكتور لأن مي كنهضروا على إحداثيات نقطة إحداثيات نقطة راه ما كتبدلش مثلا أ راها فيكس لكن هذا الفيكتور هذا الفيكتور اللي مثلا غادي نسميه هنا مثلا هنا في ممكن نرسم فيكتور يساويه ا بي ويبقى هكذا في هذا هو هذا ويمكن نرسم واحد اخر هنايا يكون عندهم ميم سونس ميم ديريكسيون ميم موديول.
دونك لاحظوا بان الفيكتور في اذا هذا عاود كيساوي في بريم نسميه متجهه في بريم. ممكن نرسم متجهه اخرى هنا تساوي دونك تلاحظوا بان بحال ان اوبجي موبيل. اذا هو ان اوبجي موبيل ان فيكتور موبيل كيتحرك بينما النقطه ا راها تما فيكس دونك لي كوردوني ديالها راه تما فيكس. دونك هذا الفيكتور واخا راه هنا عنده لي كومبوزون ديالو هذا الفيكتور هو هذا هو هذا هو هذا. هذا باش كتعرفوا الفرق بين لي كوردوني ولي كومبوزون. داكوغ. اذا ملي كنهضروا على قلنا متجهتان متساويتان هضرنا على هذا المفهوم ديال لي كومبوزون. اذا لاحظوا هنا مثلا هاد لي كومبوزون ديال الفيكتور في هنا بانطلاقا بالاحداثيات ديال لي كوردوني ديال لي بوان ا اي بي. اذا هاد ملي كنديروا الفيكتور كنمشيو هكذا كنمشيو هكذا في الاتجاه ديال او اي وحتى نلقاو المستقيم العمودي يعني نمشيو هكذا نمشيو تنتلاقاو مع المستقيم اللي كيمر منبي وعمودي على محور الافاصيل. اذا هذا كي تعتبر اكس بي موان اكس ا اللي هو هنا اكس هنا راه اكس بي موان اكس ا لان عندنا لي كوردوني ديال هنا عندنا لي كومبوزونت دونك هو هذا هذا اكس كنمشي حتى لهنا ثم باش نلقى ايكغيك خصني نطلع عاود حتى بي فين كاينه بي. اذا هذا ايكغيك بي ناقص ايكغيك هذه هي لا ديستونس اللي كاينه هنا ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا وهنا لا ديستونس اللي كاينه هنا لتحت اكس بي ناقص اكس ا. اذا هذا اكس هذا ايكغيك هو اللي كاين عندنا هنا. اذا هنا عبرنا عن المتجهه ا بي على هذا الشكل وهنا عبرنا عن المتجهه في بهذا الشكل. اذا هنا باستعمال لي كومبوزونت هنا باستعمال لي كوردوني ديال لي بوان ا اي بي. يلا يعني باش نفهموا بعدا هذا شنو هو المتجهه كيفاش دا باش نمشيو للدرس ديال نخدموا بواحد الاريحيه في الدرس ديال البرودويس كارير. داكو. اذا من بعد كنهضروا على لا صوم ديال متجهتان يو مثلا هادو متجهه يو في. هاد المتجهتان كتلاحظوا هنا ما عندهم لا ما عندهمش هنا نفس الاتجاه نفس المنحه نفس ونفس الطول. اذا الا بغينا كيفاش نمثلوهم ونرسموا مثلا لا صوم ديالهم اذا قلت لكم انشي او او ديتيرميني لا صوم ديال هاد لي دو فيكتور. اذا غادي كما قلت لكم هذا راه فيكتور هنا موبيل خلقت مجموعه من لي فيكتور كيساويو الفيكتور في. اذا نفس الشيء هنا غادي ندير هنا نستعملو بحال غادي نديرو متوازي الاضلاع ها هو. اذا هذا راه كيساوي اي غادي نرمزلو اي بريم ثم نجي لهنا هاد في غادي هاك. اذا غادي نرسم واحد المتجهه حتى هي كتساوي هذه المتجهه في عندها نفس المنحافز نفس الاتجاه ونفس الطول. اذا غادي تكون هكا ثم المجموع هو هذا. اذا هنا في بريم اذا في بريم راه كتساوي المتجهه في. اذا هنا هذا المجموع هو او بريم بلس المتجهه او الفيكتور في بريم. إذا هنا كان متجهتان مجموع متجهتان متساويتان عفوا متتابعتان هو متجهة أصلها هو أصل المتجهة الأولى والطرف طرف المتجهة الثانية. إذا هنا كي حنا نشوفوا العلاقة ديال شال أ بي سي. إذا المتجهة أ بي زائد المتجهة بي سي تعطينا المتجهة أ سي. AB زائد المتجهة BC تساوي المتجهة AC. إذا هنا كنطبقوا علاقة شال على هذا. لكن أتونسيون ما يمكنناش نديروا في المسافة AB زائد BC يساوي AC. إذا هذه خطأ هنا. إذا هذه صحيحة فقط في لي فيكتور. داكوغ. إذا نتمنى أنني تكون غطيت هذا الشيء ديال ما يهم الفيكتور. باش نمشيو دابا للدرس ديال البرودوي سكالير. اذا بقى لنا ما حددناش
ما حددناش الموديول. اذا هنا الموديول باش الموديول ديال هذا الفيكتور، اذا هنا حددنا ا بي هنا في. اذا هنا كتلاحظوا بان هنا عندي بحال مثلث قائم زاويه. اذا هذا قلنا هو اكس بي ناقص اكس ا، وهنا ايكغيك بي ناقص ايكغيك. دونك باش غادي نحدد الموديول الطول ديال في، هنا نستعمل بيتاغور. اذا هنا غادي نديرو، عفوا هنا غادي نديرو ا بي، ما غاديش نديرو في، في غيخلينا هنا. دونك هنايا غادي تكون عندنا ا بي طول ديال، اذا قلنا الطول ديال المتجه كنرمزو له هكذا ا بي او سي 2 تساوي هذا، المهم نديرو هنا اش. اذا ا اش او سي 2 زائد اش بي او سي 2، وهذا راه طبعا هو ا بي او سي 2. دونك الموديول ديال ا بي هو راسين كاري ديال هذا ا اش و سي 2 زائد اش بي و سي 2. بمعنى شنو هي هذا ا اش؟ ا اش هي هذه اكس بي موان اكس ا او كاري بلوس ايكغيك بي، هذا يعني اش بي و سي 2، ايكغيك بي موان ايكغيك ا و سي 2، وهنا كله راسين كار. دونك هنا الموديول ديال ا بي هو باختصار هو اكس بي موان اكس ا و سي 2 ناقص ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا و سي 2، لان هادو غادي نحتاجوهم حتى هما في الهي في الدرس ديال الجداء السلمي او ما يسمع كذلك بالبرودوي سكالير. بالنسبه لهنا في نفس الشيء، اذا هنا عندنا اكس وهنا عندنا ايكغيك. دونك هنا مباشره حتى هو غادي نديرو بيتاغور اكس وسي 2 زائد ايكغيك وسي 2. دونك مي يكون عندنا لي كوردوني ديال لي بوان خصنا نديرو هاد الطريقه، مي يكون عندنا لي كومبوزون نديرو هاد الطريقه. اذا هنا حتى هنا راه عندنا اونغل دروا ريكتونغ، وبالتالي تبقوا بيتاغور في او سي 2، الفيكتور في او سي 2 اللي هو اللي كيساوي لو كاري ديال الموديل ديالو يساوي اكس او سي 2 زائد ايكغيك او سي 2. صافي، نتمنوا تكونوا استوعبتوا هذا الشيء. اذا اليوم كيما ندخلوا في الدرس ديال اليوم اللي هو الدرس ديال الجداء السلمي او ما يسمى بالبرودوي سكالير. اذا البرودوي سكالير عنده اهميه خالصه، عنده اهميه خاصه، اذا عنده كاين اربعه ديال الصيغ، غادي نديرو اربعه ديال الحالات، اربعه ديال لي زيكسبرسيون ديالها، او اربعه ديال لي كونفيغوراسيون ديالها، او اربعه ديال لي تكنيك كاتر تكنيك، او اربعه ديال لي ميثود باش كنحسبو الجداء السلمي. اذا نبداو بالحاله الاولى اللي هي هذا هو الاساسي ديالها. اذا عندنا فيكتور اي وفيكتور في، اذا البرودوي سكالير ديال اي سكالير في يساوي نورم ديال اي فوا نورم ديال في فوا كوسينوس ديال اللي كي فورمي بار لي دو فيكتور U V. هذه لا تكنيك الاولى. لا تكنيك زوجة هذه كنسميوها، كنستعملوا فيها لا نورم لي نورم و لونغل الكوسينوس ديال لونغ. دابا غادي نمشيو للتقنيه الثانيه ديال مي يكون عندنا U لي كومبوزونت اللي هضرنا عليهم قبيله اكس ايغريك و في اكس بريم ايغريك بريم. دونك هنا الصيغه الثانيه او لا دوزيام تكنيك هي اكس في اكس فتحها بلس ايغريك في ايغريك فتحها. المهم غادي سناتي على كل حاله على حده وبتفصيل. نمشيو للحاله الثالثه، اذا هنا كنستعملوا لي كومبوزونت، يعني هذه ميثود اناليتيك. عندنا واحد الحاله
اللي كنستعملوا فيها لا النورم U سكالير V تساوي بون غادي نبدا هنا من بعد غدا هي كل حاجة غادي نجيو لها بالتفصيل. إذا وحدة كنستعملوا فيها هذه فاكتور هنا U بلس فيكتور V هنا كنستعملوا ديك لا ميثود الطريقة ديال متوازي الأضلاع عفوا هنا مو نورم ديال U موان نورم ديال V او كاري طبعا. وعندنا واحدة أخرى في نفسها U V تاي كنستعملوا فيها نستعملوا فيها الآخر إذا الأن دومي هي العكس U أوسي 2 بلوس V نورم ديال V أوسي 2 موان لاصوم ديال U موان V U موان V هنا كاين U بلوس V هنا U موان V لا نورم ديال U موان V أو كاري. إذا عندنا واحد جوج ثلاثة وعندنا وحدة ديال البروجيكسيون اورتوغونال. إذا عندنا U و V وعندنا النونجل ألفا دونك هنا U سكالير V غادي تعطينا النورم ديال U النورم ديال V فوا كوسينوس ديال ألفا يعني الطريقة الأولى. لكن هنا شنو غادي نديرو كنديرو لا بروجيكسيون ديال هاد الفيكتور هنا كيعطينا هنا طبعا بروجيكسيون اورتوغونال اش. اذا غادي نعوضو هنا اذا قبل ما ندير هادي باش ما نخلطوش حتى من بعد ونفسرو كيفاش العلاقة بين هاد لا بروجيكسيون اورتوغونال والطريقة الاولى. اذا شنو غادي نديرو تساوي فيكتور U سكالير لو فيكتور من هنا نديرو او او اش اذا هذا يولي عندي فيكتور او اش U فوا لو فيكتور او اش. وهنا نوليو بطبيعة الحال غادي نوليو نطبقو الطريقة الاولى نورم ديال U فوا نورم ديال او اش ثم فوا لونغل ديال كوسينوس ديال U و او اش. طبعا هنا مي كنقولو هنا او اش و U فيكتور U و اش هنا يفورم ان لونغل نول دونك هنا كوسينوس ديال زيرو هو ان وبالتالي غيتولي لي نورم ديال تبقى نورم ديال U فوا نورم ديال او اش. دونك هنا ما هضرناش على لي فيكتور كولينيير. اذا U و V مثلا U ها هو و V اذا هنا U و V هنا سون دي فيكتور كولينيير دو ميم سونس. اذا هنا في هذه الحاله O H و U sont collinaires de même sens. وبالتالي ils forment un angle zéro plat. Donc est égal le cosinus de zéro égale 1 وبالتالي تبقى الموديول ديال U والموديول ديال O H الطول ديال O H والطول ديال U. كاين الحالة هذه نمسح نضطر نمسح الآخر باش نبين لكم الحالة الأخرى دائما بروجيكسيون. إذن U V إذن هنا عندنا لونغل ألفا هنا كتلاحظوا لونغل ألفا ست لونغل أوبتي إذن زاوية منفرجة. وبالتالي من غادي نسقطو نستعملو لا بروجيكسيون غادي نمدو هذه لو سيبور ديال المتجهة لو فيكتور U ونسقطوه في عموديا غادي يعطيني هنا اش. اذا اش ولات لهاد الجهه
إذن U سكالير V هو U فوا الفيكتور أو H. آه دابا الفيكتور U و الفيكتور أو H سون كولينيير ولكن دو سونس كونترير. كولينيير دو سونس كونترير. داكوغ؟ دونك هنا U أو H. دونك انا غادي تولي U فوا أو H فوا كوسينوس U أو H. شنو هو اللونغ دابا هنا؟ ولانا لونغ بي. ولانا لونغ بي. دونك هنا الكوسينوس ديال بي هو موالزا. وبالتالي غادي تعطيني هنا غادي يكون هنا نيجاتيف موالزا. دونك هنا في هذه الحالة مي كيكون عندي لونغ أوبتو لو برودوي سكالير غادي يكون نيجاتيف. إذن هنا البرودوي سكالير ما يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. داكوغ؟ كيكون الريال. وبطبيعة الحال مي غادي تمشيو للجامعة غادي تعمقوا في هذا البرودوي سكالير شنو هو. إذن حنا هذا الشيء قريناه في دوزيام سيكل مي كنا كنقراو أن البرودوي سكالير هو واحد لابليكاسيون من 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 واحد أو اللي هي إسباس فيكتوريال فير إر وهي لابليكاسيون لينيير اللي كتفيريفي هاد لي رولاسيون اللي غادي نديرهم دابا ديال هاد لا كوميتاتيفيتي ديال U مثلا U سكالير لاندا في يعطينا ممكن نكتبوها هكذا لاندا U سكالير في داكوغ عاود كذلك U فوا في بلس دبليو في إذا غادي نمسح السبورة باش ما تخلطكمش ونرجعو لهذا نهضرو عليها بتفصيل لأن ضروري نهضرو على هاد الحوايج لأن غادي نستعملوهم. إذا غادي نهضرو على كاين شي رولاسيون كيلكو بروبريتي ديال البرودوي سكالير أن البرودوي سكالير U فوا في إيتيكال في فوا U سكالير U دونك راه هنا لا كوميتاتيفيتي ثم قلنا ألفا U هادو هما لي بروبريتي اللي كنقولوا اللي قلنا هادو لابليكاسيون من او لونسوم ديال يعني هو اسباس فيكتوريال فير او فير ار يعني غادي ناخذوا لي فيكتور من من او وغادي طبعا سوسي ان ريال هادو هما لي رولاسيون لي لي بروبريتي اللي كيبين في هاد لابليكاسيون اذا هنا غادي يعطينا ممكن الفا او فوا في ممكن نكتبوها او فوا الفا في داكوغ ثم عندنا ال U سكالير V بلس W إذن هنا شنو غادي ندير لاسوسياتيفيتي U عفوا نديستربي U سكالير V بلس U سكالير W دونك هادو كاين دي بروبي هادوك دي بروبيتي اللي كنحتاجوهم ضروري لكن يجب ان ننتبه U سكالير V سكالير W هذه ماشي اسوسياتيفيتي هاد لابليكاسيون يعني هاد لابليكاسيون ني با اسوسياتيف شوفوا هنايا U هاد لا رولاسيون ني با اسوسياتيف شوفوا مزيان هنايا او لا لو ممكن تقول U سكالير V سكالير W هذه ما كايناش علاش لان واخا حنا نسلموا بانها كاينه هنا شنو غادي يعطينا يعطينا ان ريال ولكن ان ريال في دبل في غادي يعطينا ان فيكتور غادي يعطينا الفا دبل في بالتالي غادي يعطينا ان فيكتور ما غاديش يعطينا ان ريال دونك هنا لو برودوي سكالير ني با اسوسياتيف داكوغ إذن باقي لنا عاود بينو بأن U سكالير U هو النورم ديال U فوا النورم ديال U فوا كوسينوس إلا طبقنا لابليكاسيون الأولى كوسينوس U U هذا غادي يعطينا زيرو كوسينوس دو زيرو سي أن بالتالي غادي يعطينا U أو كاري نورم ديال U الفيكتور U أو كاري نفس الشيء بالنسبة إلى كان عندنا شيء متجهة معبر عليها بحال اللي عبرنا عليها A B و C 2 إذا فيكتور A B فوا سكالير A B نفس الشيء غادي يعطينا A B
وسي اثنان. ثم كاين ما يسمى ب تقريبا هي شبيهه بلي زيدونتيتي روماركابل اللي درتوهم ديال ا زائد بي او سي 2 ا ناقص بي او سي 2 ا او سي 2 ناقص بي او سي 2، لكن في هذوك اللي عندهم قاعده ديالهم في الحساب ولي فيكتور عندهم قاعده يجب احترامها. اذا مثلا عندي يو بلس في فيكتور يو بلس فيكتور او كاري، دونك غادي يعطيني هنايا فيكتور يو او كاري بلس دو سكالار يو فوا في سكالر v plus فيكتور v au carré u. إذن هادو باش نعقلوا عليهم لأن غادي نحتاجوهم دابا وغادي نهضروا عليهم ونتعمقوا فيهم. au carré نفس الشيء فيكتور u سي 2 موان دو فيكتور u سكالر v plus فيكتور v au carré ثم u موان v u فيكتور في غادي يعطينا فيكتور او سي 2 او كاري موان فيكتور في او كاري. داكوغ، اذا هذه يعني بعجاله درنا هذا الشيء. دابا غادي نمشيو للحالات الخاصه. حالات خاصه غادي نطرقوا لهم دابا. اذا نمسح السبوره ونرجع ونبداو حالة بحالة. إذا هادو لي كاتر يعني ولينا دابا نشتغلوا بشكل أنيق بعد ما درنا ذيك ما يسمى بالوساخ. دابا غادي نوليو نشتغلوا بشكل أنيق. إذا لي كاتر تكنيك بور كالكولي لو برودوي سكالير، يعني لا بروميير تكنيك هي أن نوتيليزو لا نور إي لونغ أو بيان لو كوسينوس. إذا ها عندنا استعملنا هنا استعملنا برنامج جبرة باش درنا هذا الشكل الأنيق. إذا عندنا هنا في و اي دو فيكتور و فورم ان لونغ الفا. دونك هنا البرودوي سكالير ديالو لا تكنيك الأولى يو في فوا سكالير يعني نورم يو فوا نورم في فوا كوسينوس اي في. دونك هذه هي لا ديفينيسيون الأولى. وبحال في الفيزيك راكو شفتوا لو ترافاي راه يعني لا فورس مع المسافه لا غروندور ديال الطول ديال المسافه ديال من كتجر شي حاجه المسافه اللي جريتي بها ولونغ اللي كتفورمي لا فورس لو فيكتور ديال لا فورس والاخر ديال لا غروندور ديال المسافه. إذا وعبروا عليها بلو جول لو ترافاي دو اون فورس يعني هو هذا. بون إذا هذا بشكل عام. دابا غادي نمشيو للحالات الخاصة. إذا هنا مثلا إي و في كيشكلوا واحد الزاوية قائمة دونك القاعدة العامة هي هذه. دونك هنا في هذه الحالة إي سكالير في est égal norme de U fois norme de V fois cosinus pi sur 2. Donc on a regardé là norme de U fois norme de V fois 0. Donc on a regardé là 0. Donc bien maintenant là il est qu'un là l'angle alpha là qu'on dit le scalaire U scalaire V est nul. مع العلم ان هنا اي و في سون نو نول. هنا الحاله اي و في دونك هنا مي كيكون لو سكالير اي سكالير في كنقولوا بان في هذه الحاله كنقولوا بان اي فيكتور اي اي تورتوغونال ا او فيكتور في. داكور اذا هنا اي سكالير في يساوي égal à 0, ça veut dire que U vecteur U est orthogonal à V. Il est qu'un aoud, arfna, il est qu'un un ou le vecteur, l'un des vecteurs U ou le V, U égale 0 ou V égale 0, pas vers le hal, radi ou le anna, U le produit scalaire U V égale le produit nul. Donc on a 0, mais chez le vecteur. زيرو. اتونسيون
إذن هذه مهمة جدا. إذا ملي كنقولوا اي و في سو اورتوغونال ولا اورتوغونو، نقولوا بان راه الفيكتور اي و في اي و في اي سكالير في ايكال زيرو. نشوفوا الحالة ديال الحالة الثانية، هنا اي و في سون كونيفيير دو ميم سونس. دونك هنا اي و في وشنو هنا؟ فورم ان اونجل نول بلا. دونك هنا كوسينوس دو زيرو، غادي تولي لنا هنا نوليو نطبقوا القاعدة هنا، نديرو نخليو نفس الآخر ولكن غادي نديرو هنا كوسينوس. الآن رانا في الحالة الثانية، اي و في سون كولينيير دو ميم سونس. دونك هنا باش نديروها مزيان، اي في كولينيير دو ميم سونس. دونك هنا فورم ان اونجل نول، دونك لونجل فورمي بار لي دو فيكتور عندنا فيكتور نول. دونك هنايا غادي يولي لنا كوش دو زيرو، وكوش دو زيرو هي ان. دونك غادي يعطينا هنا U فور نورم ديال V، شحال ما كان في الطول ديال U ولا ديال V. داكوغ، هذه حالة. الحالة الثالثة E و V كولينيير ولكن دو سونس كونترير. بين كل كاين قلنا هنا الحالة الأخرى يو في كولينيير دو سونس كونترير. دونك هنايا شنو هو لونجل؟ هنا هو بي. إذا هنا كتلاحظوا هاد الزاوية راها بي، وهنا زيرو. دونك هنا غادي نولي هنا باش نطبق لا ديفينيسيون، كوسينوس ديال بي، و كوسينوس دو بي هو موان زان. دونك هنا غيتولي لي موان نورم ديال U فوا نورم ديال V. إذن هذه باختصار نتمنى تكونوا فهمتوا. إذن أعزائي التلاميذ، هذه الحالة لا تكنيك الأولى هضرنا عليها بالتفصيل، ودائما كنرجعوا لها، هي المرجع الرئيسي في كل العمليات. واخا غادي نمشيو دابا للحالة الثانية. إذن لا تكنيك، لا دوزيام تكنيك، اون يوتيليزون لا بروجيكسيون اورتوغونال. إذن لاحظوا هنا نستعمل شي نول اللي باين، شوفوا معايا مزيان. اذا هنا عندي الفيكتور U او بالكحل هنا ومشار اليه باللون الاحمر، ثم الفيكتور V حتى هو بالكحل ومشار اليه هنا باللون الاحمر. اذا هنا ملي كنستعملوا لا بروجيكسيون، اذا كنقولوا U سكالير V هو الفيكتور U، هو هذا الفيكتور هذا سكالير هذا الفيكتور اللي كتشوفوا في درنا له البروجيكسيون اورتوغونال. هنا اعطانا الفيكتور P، دونك غادي نعوض هذا V غادي نعوضها بفيكتور P، ومن نحسب نطبق القاعدة الأولى، نورم ديال U نورم ديال بي والكوسينوس ديال لونغ لي فورمي بار U، لأن هنا U بي و U و بي سون كولينيير دو ميم سونس. دونك غادي يولي عندي كوت دو زيرو إيتيكال أ، وبالتالي غادي يولي عندي نورم دو U فوا نورم دو بي. الحالة فين درناها ديال مين يكون عندنا بي، يكون عندنا لونغ لونغل اوبتي، نفس العمليه غادي نوصلوا لها. اذا هنا درنا لا بروجيكسيون ديال في سور اي، عندنا الحق كذلك U ولا ندير في سكالير U. اذا هنا قلنا بان البرودوي سكالير كوميتاتيف، نقولوا U سكالير في ولا في سكالير U. إذن في سكالير U
غادي دابا البروجي تي يو على لي سيبور سور لو سيبور ديال لي فيكتور في. اذا لاحظوا هنايا هلا يعني بحال نرسم العمودي على الراس سي والعمود ونسقطه عموديا على لو سيبور ديال فيكتور في. هنا شنو درنا؟ اون بروجيتي لو فيكتور اي سور لو سيبور دي فيكتور في. اذا شنو غادي يعطيني هنايا؟ غادي يعطيني الفيكتور اش. الفيكتور اش شنو هو؟ هو هذا كامل غادي نديرو باش نبينو باش يبان لكم وصافي حتى لهنا. دونك هذا هو الفيكتور اش كامل. دونك غادي يولي عندي هنا لو فيكتور في لان هو اللي بروجيت عليه. دونك غادي يبقى هو في سكالير عفوا سكالير لو فيكتور بروجيتي. شنو هو لو فيكتور بروجيتي؟ هو اش. لو فيكتور اش داكو. ومن بعد تا هو نولي نطبق القاعده الاولى في النورم دو في فوا نورم دو فيكتور اش فوا كوسينوس ديال لونغ فورمي بار في اي اش. في و اش سون كولينيير دو ميم سونس دو ميم سونس. دونك هنا لونغ فورمي هو زيرو وبالتالي كوسينوس دو زيرو ايكال ا وبالتالي عارفين غادي نحتفظوا فقط بلو برودوي ديال لي دو نورم نورم دو في فوا نورم دو اش. اذا الحاله من يكون عندي ان لونغل في نفرض هو في هو هذا دونك لونغل غادي يتبدل يولي الفا اوبتيو بالتالي غادي ندير تا هو لا بروجيكسيون اورتوغونال ديالو هنا. دونك هاد اش غادي يولي من هنا وبالتالي حتى هو U سكالير V غادي يولي عندي U الفيكتور V هو هذا البروجيكتيل ولات هي H فيكتور H ونولي نطبق القاعدة ديال الأولى نورم دو U فوا نورم دو H فوا كوسينوس ديال لونغ فورمي بار U اي H. هنا كتلاحظوا الفا ولات بي. دونك هنا غادي يولي عندي كوس دو بي. اذا غادي كوس دو بي هي موانزا غادي دونك غادي يكون عندي نيجاتيف فوا راه شرنا لها قبيله في الوساخ. اذا غادي يبقى هكذا. دونك هذه فيما يخص بالطريقه ديال لي بروجيكتور ديال لا بروجيكسيون اورتوغونال. اذا شوفوا هنايا U سكالير V هو U سكالير P فوا V سكالير H. سواء اسقطنا درنا لا بروجيكسيون سور لو سيبور دو V او سور اون بروجيتي V سور لو سيبور دو فيكتور U. اذا نتمنى تكونوا استوعبتوا هذا الشيء. غادي نطرقوا له في التمرين غادي يبان لكم اكثر احسن. اعزائي التلاميذ دابا غادي ننتقلوا للحاله الثالثه اللي هي طريقه اناليتيك وين غادي نستعملوا لي كومبوزونت. اذا هنا كتلاحظوا هنا في الاول ما كانش عندنا شي روبير. هنا عندنا الروبير طبعا هنا الروبير اورتورومبي. دونك هذه ما خصهاش تكون في واحد الروبير اورتورومبي روبير اورتونورمي. ما معنى اورتونورمي؟ يعني هنا يكون عندي عمودي 90 درجة ولو نورم ديال او اي يساوي نورم ديال او جي. هذا هو المعنى ديال روبير اورتونورمي. دونك الا كانت ما عندناش هذه ما يمكنناش نطبقوها. طيب دابا عندي هنا لي كومبوزون ديال اكس ايكغيك. كومبوزون ديال اكس ايكغيك قلنا هو ها اكس ها ايكغيك. لو كومبوزون ديال فيكتور في هو هذا حتى لهنا عفوا اكس فتحه ونطلع ايكغيك فتحه. داك الشيء اللي درنا في الاول ملي عرفنا شنو هما لي كومبوزون ديال فيكتور. دونك غادي هنا كيفاش غادي نلقاو هاد U فوا V يساوي X فتحة بلس Y فتحة.
إذن غادي نحاولوا نبينوهم بعجالة. دونك فيكتور U سكالير فيكتور V يساوي هاد الفيكتور U غادي نكتبو اون فونكسيون ديال يعني لي كوردو لي كومبوزون ديالو اون فونكسيون دو U لا باز اي جي او لو ريبير او اي جي. دونك هنا U غادي تكتب هكذا X I plus YJ fois ou V neuf cheta ou va dit tkteb X ftha X prime X prime I plus Y prime J yusew. دونك غادي شنو نديرو؟ غادي نديرو لا ديستريبيسيون. إذا غادي يعطيني هنا إذا هنا باش يبقى داك الشيء واضح، إذا يساوي إكس إي إكس فتحة إي إكس إي سكالير في إكس بريم I plus X I scalaire Y prime J plus monsieur d'abord Y J Y J scalaire X prime I plus Y J non mon retouche Y fta جي راك عارف التقاعد خرفنا شويه يساوي. دونك هنا غادي يعطيني اكس ما نحاولش نحرق كاع المراحل اي اي غادي تعطيني اي او سي 2 اي او كار بلس. دونك هنا غادي نطبق ديك القواعد اللي قلت لكم قبيله ديال اللي درنا قبيله ديال لي بروبريتي ديال البرودوي سكالير اكس Y prime I J I scalaire J plus X ftha Y J I ou la I J بحال بحال لأن قلنا البرودوي سكالير اي كوميتاتيف plus Y, Y, Ftha, J, scalar J, غادي يعطيني J أو J أو كاري. إذا هنا هدرنا قبيلة نورم دو إي أو سي تنان، أو سي تنان هي لا نورم ديال إي أو كاري. ولا نورم ديال اي قلنا عندنا ان روبير اورتونومي تيقال ا دونك واحد في واحد غادي يعطيني واحد. نفس الشيء بالنسبه للجي جي او سي 2 عفوا حتى هو غادي نكتبو هكذا غادي يعطيني واحد في واحد جي هنا عندنا باز اورتونومي دونك ان فوا ان إذا هنا هنا قلنا لو ريبير اوتونومي دونك ان فوا ايكال ان ثم عندنا اي سكالير جي يساوي جي سكالير اي. إذا هنا اي و جي فورم ان نونغل دروا شفنا قبيله. إذا ملي كيكون اي اورتوغونال جي لو برودوي سكالير ديالهم غادي يعطينا يساوي زيرو. دونك هنايا نولي دونك هنا اكس اكس بريم فوا اي او كاري غادي يعطيني اكس اكس بريم بلوس. هنا عندي اي سكالير جي مادام اي اورتوغونال جي دونك لو اي جي اي سكالير جي يقال زيرو دونك غادي يعطيني زيرو بلوس. نفس الشيء هنا زيرو ايكغيك جي او جي او كاري تيقال ان هاهما هنا دونك غادي يبقى لي ايكغيك ايكغيك بريم وبالتالي x x فتحة
بلس إيغريك، إيغريك فتحة. إذن هي اللي راه عندنا هنا، هذه هي لا ميثود أناليتيك. دونك هذه لا تروازيام، بقات لنا لا كاتريام. إذن قبل ما نمشيو نقيو بلاصتنا. إذن أعزائي التلاميذ، الآن نستعرض التقنية رقم 4، لا كاتريام تكنيك اللي كنستعملوا فيها لا نور. إذا كتلاحظوا واحد الشكل عندنا هنا، إذا درناه بجيو جبرا وضحناه باش من يكون الأمور واضحة. إذا الفكتور إي هو هذا الأسود ومعبر عنه بالحرف الأحمر، نفس الشيء هنا في معبر عليه بالأسود، يعني ملون بالأسود ومعبر عنه بالاسم في. إذا باش غادي نديرو شكلنا هنا واحد المتوازي الأغراء. دونك هنا ان فيكتور في يساوي هذا الفيكتور، دونك هذا كيمثل حتى هو الفيكتور في، عندهم ميم سونس ميم ديريكسيون وميم نور، نفس الطول نفس المنحة نفس الاتجاه. داكوغ، إذا نفس الشيء هنا إي، هذا النورم إي، هذا الفيكتور إي حتى هو كيساوي الفيكتور إي هنا، حتى هو نفس الاتجاه نفس المنحة نفس الطول. دونك هنا A, B, F, C كيشكلوا لنا متوازي الأضلاع، وبالتالي هذا الفيكتور A, F هو لا صوم ديال U بلس V، هو هذا. داكوغ، إذا هذا U بلس V باش تعرفوا هذا منين جات. دونك هاد U V هنا لا صوم ديال دو فيكتور كونسيكيتيف V U. وقلنا لا ديفينيسيون ديال مجموع متجهتين متتابعتين هو متجهة أصلها أصل المتجهة الأولى وطرفها وطرف المتجهة الثانية. نفس الشيء هنا من الجهة الأخرى شكلنا واحد المتوازي الأضلاع من الجهة الأخرى. لاحظوا مزيان هنا، إذن في عنده لو سونس ديالو في هذا الهاك. درنا موان في، موان في يعني لوبوزي ديال الفيكتور في. إذن طبعا ملي كنقولوا متقابلان دو فيكتور سون اوبوزي، عندهم ميم ديريكسيون ميم نور ولكن دو سونس كونترير. دونك موان في راه لوبوزي ديال الفيكتور في، ولكن كيشكلوا لنا متوازن الاضلاع من الجهه الاخرى. دونك هنايا لو فيكتور U بلس لو فيكتور موان في، لو فيكتور U بلس لو فيكتور موان في كيعطيني هذا الفيكتور اللي هو اي موان في واللي كيساوي حتى هذا. دونك هنا بحال اللي عندي واحد لونغل ا بي سي ا بي سي. اذا هنا باش كيفاش غادي نطبقوها مره اخرى على المثلث، يعني هادو اعطيناهم في صيغتين ديال لي نورم، ولكن وحده باستعمال لاصوم U بلس V والأخرى بحال لا ديفيرونس U موان V. إذا شوفوا هنايا وحدة فيها لا ديفيرونس U موان V وحدة فيها لا صوم ديال دو فيكتور. إذا أحيانا كنستعملوا وحدة هذه وأحيانا نستعملوا الأخرى. إذا هذه هي باش ديروها، لأن غادي بحال هذه ديال V A B C كنستعملوها باش نبررو مثلا مبرهنة بيتاغور. مبرهنة بيتاغور في واحد المثلث A B C داكو. مثلا غادي نقولو B C لو فيكتور B C، شنو هو الفيكتور B C؟ هو A C موا A B مثلا، A C موا A B. إذا فين رانا؟ حنا هنايا U موان V، U موان V هي هادي A B C. دونك B C و C اثنان باش ما نسبقوش الأحداث، يساوي هو النورم ديال B C و C اثنان، كلها النورم ديال أو كاغي.
est égal à AC moins AB au carré. هذه راه قلنا بلي هذه متطابقه هما غادي نديروا نفس الطريقه اللي درنا ليف ديال U U موان V فيكتور U موان V او كاري ونحسبوها. وفي الاخير شنو غادي يعطيك؟ غادي نخرجوا في واحد الخلاصه اي 2 ديال ا بي سي، لان هنا اي 2 ا بي سي، شوفوا ها اي 2 ها ا بي سي، ا بي ا سي، ا سكالر ا بي سكالر ا سي، اي 2 ا بي ا سي، هذه ماشي يعني هي جبتها في السياق، تساوي تساوي ماذا؟ تساوي ا سي وسي 2 اللي غادي تكون وحده من هذه ا سي plus AB aussi 2 moins BC aussi 2 اللي غادي تكون هذه. إذن هذا AB AC moins AB غادي تولي لنا BC. دونك هنا غادي نطرحوا، دونك إلا كان هنا لونغ المثلث قائم الزاويه هادو سون اورتوغونال، ا بي و ا سي سون اورتوغونال، دونك هنا السكالر ديالهم زيرو، زيرو فوا دو سي زيرو، بالتالي غيتبقى لي ا سي و سي 2 زائد ا بي و سي 2 تقال موان بي سي، رجع موان بي سي لهنا تولي بي سي و سي 2 تساوي تبقى لي تما ا بي و سي 2 زائد ا سي و سي 2، هذه هي مبررات بيتاغور. اذا شوفوا الاهميه ديال هذا البرودوي سكالر، ومشي لهنا كاين في الدائره كاين في المستقيم كاين، يعني عنده تطبيقات مهمه جدا كنستعملوها. اذا اعزائي نرجع على التقنيه رقم 4 بعد ما وضحنا بعض التطبيقات المهمه على المثلث. بون كيفاش غادي نوصلوا لهذه؟ دونك هنا بلا قلنا بان U ديرو هنا هاد U بلس V أو كاري، إذن قلنا هو مي كنقولو أن فيكتور أو كاري يساوي سا نورم أو كاري، دونك U بلس V أو كاري إتيغال أ U أو كاري plus 2 هادشي راه درناه قبيله plus v او كاري. وبالتالي هذه غادي نحولوها قلنا للروب او كاري plus 2 u سكالير v غادي نخليوها هكا plus للروب او كاري. دونك شنو غادي دابا؟ دونك غادي هذه صافي نساوها، غادي نهتمو بهذه يساوي هذه داكوغ. اذا شنو غادي نديرو هنايا؟ حنا الهدف خصنا نوصلو اي سكالير في لو برودوي سكالير. دونك هنا غادي ندير شنو غادي نستنتجو؟ نستنتجو بان نخليو هادي هنا نرجعو هاد موان اي هنا اللور على اليسار عفوا نرجعو هاد النورم ديال في وسي 2 و تنخليو تساوي ماذا؟ تساوي اي 2 او في سكالير في داكوغ. شنو هذا؟ من بعد غيتبقى لنا او سكالير في تساوي، اذا انا غادي نضرب في المقلوب ديال جوج، المقلوب ديال جوج هو واحد على جوج، جوج في واحد يساوي واحد، تبقى لي او سكالير في، وهنا غادي نضرب عاود في النصف كامل. إذن ها العلاقة الأولى. إذن الفكرة الأخرى ديال U موان في، إذن نفس الشيء غادي نديرو U موان في أو كاري تساوي لا نورم ديال هذا الفيكتور U موان في
او كاري اي تيغال. شنو تعطينا؟ نفكو هذي. اذا هذي تعطيني او او كاري فيكتور او كاري بلس دو فيكتور او سكالير في بلس فيكتور في او كاري. عفوا موا هنا موا اتونسيون موا هنا هنا موا. دونك يساوي نترجموها اذا لو كاري ديال واحد الفيكتور يساوي لو كاري دو سانور. بلس نورم ديال في او كاري. دونك هنا نساوي هذي. دابا غادي نهتمو بهذي وهذي. اذا غادي نخليو هذي هنا اي موان في او كاري ايت ايغال هذا الفيكتور U نورم ديال الفيكتور U او كاري موان دو U V بلس فيكتور او نورم دو فيكتور B او كاري. هنا شنو غادي نديرو؟ هذه تساوي هذه. دونك غادي نجيبو كل شيء نرجعوه من هنا نديرو U U موان V او كاري موان نورم ديال U. رجعوا النورم ديال U هنا رجعوا عاود الكاري ديال نورم V او كاري. إذا واش غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا موان دو U V. D'accord, U moins V moins U au carré. Je vais comment on a raté. Naudo. Donc U moins V au carré, tu sais oui. Et au carré, moins 2UV plus V au carré. Donc U moins V au carré. Zido. Tu sais oui, moins 2UV, U scalaire V. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نضرب في المقلوب ديال ناقص 2. دونك غادي تولي لي U scalaire V، غادي تولي 1 دومي، تعال آخر هنا، فاش غادي نضرب دابا؟ دابا غادي نضرب في اخر غادي يوليو هادو بوزيتيف، يعني غادي يوليو نورم ديال U او كاري بلس نورم ديال V او كاري موان موان لا نورم ديال هاد لا ديفيرونس U موان V او كاري اللي هي هذه اللي راكم تشوفوا فيها. دونك هذا باختصار اذا اعزائي التلاميذ اتينا على الحاله الرابعه التقنيه الرابعه فهي عندها اهميه خاصه. اذا نظن غادي نوقفوا هنا الحصه القادمه ان شاء الله غادي نتخلصوها للتطبيقات غادي نحاولوا تطبقوا اربعه ديال التقنيات هيئت واحد جوج ديال التمارين وغادي نحاولوا نطبقوا فيهم هاد التقنيات الاربعه اللي درنا. اذا كان بامكان اني نواصل ولكن كتعرفوا الظروف ديال التحميل كتجي شويه صعيبه دونك الا كبرنا الفيديو غادي يجي صعيب شويه. اذا نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هاد الحالات او التقنيات الاربعه اللي صرفناها ديال تتعلق بتقنيه حساب الجداء السلمي او كومو كالكيلو البرودوي سكالير. نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي غادي نديروه هو انكم ما تنساوش باش تبارطاجيو هذا لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشجعونا باش نستمروا باعطاء المزيد. وشعل ما شجعتونا شعل ما غادي نجتهدوا نعطيكم اكثر. شعل ما اهتميتوش وما شجعتوناش غادي نوليو نديرو رجلنا لرجل ونجلسوا في القهوه وصافي نفرقوا لنا. يلا تحياتي اعزائي التلاميذ الله يوفق الجميع ودعوا معنا. يلا تحياتي وان شاء الله الحصه الثانيه غادي نخصصوها للتطبيقات اللي غادي نحاولوا نطبقوا فيها هاد التقنيات الاربعه جميعا كلها. يلا تحياتي.